كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس السيسي إلى أذربيجان ستشهد عددا من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان إلهام علييف. اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للعاصمة الهندية نيودلهي عقب مشاركة سيادته كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي وافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950. متوجها للمحطة الثانية في جولته الخارجية للعاصمة باكو بجمهورية أذربيجان. حيث كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة بدولة أذربيجان وأعضاء السفارة المصرية في العاصمة باكو بأذربيجان.